السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم في كورس الكوميونيكيشن أند إثكس. وتمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد مهارات الاتصال والتواصل العلاجي والأخلاقيات في مهنة التمريض. وهذا عبد الكريم لاس، يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي علم بالقلم ما علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، خلال اللقاءات الماضية نحن تحدثنا وأسهبنا في الحديث عن التواصل والاتصال بشكل عام. ما هو التواصل وما هو الاتصال، وكيف نستطيع أن نبني منظومة تحاكمة تضبط العلاقة ما بين المريض والتمريض، وكيف نستطيع أن نوجه هذه العلاقة لتكون علاقة متخصصة بشكل علاجي، علاقة تندمج مع احتياجات المريض وتستطيع أن تستكشف ماذا يريد هذا المريض من خلال تحليل ردوده واستكشاف ما وراء هذا الكلام، حتى نستطيع أن نأخذ هذا الكلام بصفة جدية تستطيع يعني قيادة العلاقة الصحية ما بين الطرفين. فموضوع المحاضرة هو حيكون in understanding each other، على كل الأطراف أن تفهم الطرف الآخر. نحن سننطلق الآن من جزئية الكلاينت-نيرس ريليشنشيب التي أنهينا عندها الجزئيات السابقة، وحددنا ما هي العلاقة اللي أو شكل العلاقة أو كيف بتكون الكوميونيكيشن باترن اللي بيصير أو نهج العلاقة اللي موجود ما بين المريض والتمريض. فننطلق الآن نحو استكشاف أكثر لطرق ودلالات قد يستخدمها المريض وكيف يتوجب على مقدم الرعاية الصحية وكيف يتوجب على مقدم الرعاية الصحية استكشاف هذه العلاقة، بل والسعي نحو تسليط الضوء على بعض العبارات التي من شأنها أن تغير قناعاتنا بواقع التمريض وواقع العلاقة أو واقع الاحتياج. لتحقيق هذا الهدف نحن وصلنا عند حالة أن عندنا الممرضة أصلاً وصلت عند حد مسدود من قدرتها على استكشاف احتياجات المريض، واجهت هذه الاحتياجات إما بالصمت أو بالدهشة أو بالانسحاب كما تبين عندنا في خلال مواقفها أثناء وبعد نقلها من قسم رعاية الرعاية الحثيثة الانتنسيف كير يونت اللي احنا بنسميها الاي سي يو الى قسم العيادات، وتم وضعها على غرفة الاي سي جي او تخطيط القلب، الا انها واجهت بعض التحديات في استكشاف المريض. تم الانتهاء من الاجراءات الضرورية للمريض، وفي النهاية ارادت ان تتعلم، فقامت باستدعاء احد الخبراء أو أحد الزملاء لها في القسم لتبحث أكثر وتستكشف وتجد مثالاً قد يحتذى به أو مثالاً يوضح لها كيف نستطيع أن نحرك قناعات المريض وكيف نستطيع أن نقوم بواجبنا نحو استكشاف المريض واستكشاف احتياجاته. فاللي صار معنا احنا خلال اللقاءات الماضية انه احنا واجهنا بعض الاشياء المتعلقة بالكوميونيكيشن، والان انتقلنا نحو بناء علاقة ثيرابيوتيك ما بين المريض والتمريض، واكتشفنا انه هذه العلاقة تمر في مراحل، واكتشفنا الان انه احنا في عندي بعض الاشياء التي احتاج ان ابحث عنها اكثر حتى استطيع ان استكشف احتياجات المريض، وكيف أستطيع أن أقود ذلك من خلال الحوار ومن خلال الحاجة لاستكشاف هذا المريض. لذلك الهدف سيكون من هذا اللقاء الآن هو إجراء حوار مع المريض المعني في اللقاء اللي صار مع أصلان. سننظر إلى هذا الحوار الآن ونستكشف
ما بعد ذلك يعني في خلال هذا اللقاء إن شاء الله سيكون فقط هو الحوار وماذا تم بين أحد الكوادر التمريضية وهذا المريض المعني في القصة اللي موجودة مع إسلام، ومن ثم إن شاء الله في اللقاء المتزامن سيكون نقاشنا منصبا ومتركزا نحو استكشاف الفاليوز الموجودة عند المريض وكيف نستطيع أن نوظف هذه القيم الموجودة عند المريض بالطريقة الثيرابيوتيك ريليشن، ومن ثم سننتقل إلى توظيف هذه المعلومات التي حصلنا عليها من اللقاء مع المريض في الخطة العلاجية. إحنا نستكمل طبعاً اللي صار معنا في اللقاء. الآن صار في عندي أنا لقاء حواري. المرة الماضية إحنا توقفنا عند حقيقة إنه أصلاً كان عندها مشكلة في الكوميونيكيشن ونادت أحد تاني to explore the patient's value وال patient needs. هلأ في هذا الجزء إحنا راح نسمع بس لهذا الحوار and after that we will go بعديها راح نروح and analyze the patient needs and we wanted to understand how we will build كيف بدنا نبني the bonding relationship ونسوي the client nurse relationship to explore by exploring the value. بدنا نعرف إيش اللي موجود عند المريض، إيش الأشياء اللي بتحرك المريض، إيش هي الكونسيرن تاع المريض، بحيث إنه بناء على هذا الكونسيرن أنا بقدر أحط ثيرابيوتيك بلان، بقدر أحط الكلاينت نيرس ريليشنشيب في التراك الصحيح تاعها، وبنفس الوقت I am leading الكوميونيكيشن، هذا أنا اللي بعمل الليدنج لهذا، بقود هذه العلاقة اللي موجودة لمصلحة البيشنت. طيب خلينا نبدأ. الآن أجا النيرس من برا. طيب الآن النيرس أو الإكسبرت نيرس بيسأل المريض: حج، can you tell me what was important to you about where you are living right now? In fact, actually, where are you living right now? الحج answer: I am living in عمان أبو نصير near صويلح. نيرس: What was important to you when you were looking for a place to live? حج: We did a look around for a while. How we finally settled in on this place? Is that it's easier to get to the university hospital? طبعا الحوار احنا هون دايرينه على انه بيصير في مستشفى جامعي، وهذا المستشفى الجامعي قريب من منطقة ابو نصير وصويلح. نيرس: So it had be accessible to the hospital, is that right? حج: That's right. Was location important? Absolutely. Sorry, هذه طبعا هذه العبارة he's asking himself. He said, That's right. Was location important? And he's answering his question and he said, Absolutely. Nurse: Okay, now if you look at the location, could it have been anywhere close to the hospital or was Abu Nsein particularly important for you? المنطقة اللي هي نحكي عنها احنا ساكن فيها الحج الان، الهدف اللي حكى لي اياه هو انه تكون قريبة على المستشفى، فهذه بتثير حفيظتنا احنا والتساؤل. فالنيرس would like here to explore، بدنا نوسع هذه المعلومة، بدنا نعمل عليها اضاءة وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر، نحددها كبقع الضوء. هل كانت لأنه أبو نصير ولأنها أي مستشفى قريب على الجامعة؟ The answer was حج: Yeah, it could be close to the hospital, but then again, the place around the hospital is little bit annoying. Annoying يعني مزعج. Nurse: You want something is not as annoying. ما يكون مزعج. حج: Yes. As a location where you're tossing up between the hospital and somewhere else. حج: Nurse: Yes, I was looking for a place good convenient. Sorry, هذه also الحج he's answering here. حج: Yes, I was looking for a place good convenient. And since I had my first heart attack. هلا هذه انا اضفتها هون الام اي مايوكارديال انفاركشن، بس هو وصفها ب
heart attack. وكمان انتبهوا على انه هون ايش حكى, my first heart attack. I realized the need to be in your hospital. I was in عين الباشا. The people who are already living in Amman, they know also, or يعني عمان, البلقاء, أبو نصير, عين الباشا. So this is also in a region, but عين الباشا officially belongs to another province in Jordan, which is البلقاء, but it's so much close to عمان, which is when you are going to the north part of Swaleh. I was in عين الباشا and the traffic takes a lot of time from us. لما صارت مع الذبحة الصدرية الأولى, he was living in عين الباشا and the traffic takes a lot of time from us, from them. يعني فمعناته هو ما كان لحاله, كان في مع حدا تاني, هذه كمان نحطها بعين الاعتبار. Which might lose my life, so I decide to transfer as my insurance and treatment in university hospital, so this was important for me. لأنه كان أصلا هو التأمين الصحي تاعه والعلاج تاعه باخد في هذا المستشفى, فهو قرر يغير مكان السكن استجابة لأنه يكون قريب من المستشفى. We were looking at Epping as well. Epping, وهذه ال part من الactivities اللي هو بدور عليها. What else important to you as apart from the location? I guess in my case we want to be close to amenities like restaurants. يعني شوية نشاطات, شوية خدمات, مثلا مطاعم, قهاوي, كذا. You want to have what? فالنيرس هون بيسألوا برضو would like to explore هذه. يعني هون حكى كمان انه مش بس القرب من المستشفى, وانه هو بدور على الامنيتيز مثل مطاعم والاشياء الاخرى, يعني الامور الترفيهية او الامور النشاطات الريكريشنز هاي. فالنيرس would like to explore, you want to have what? حاج سيد امنيتيز like restaurants, public transports, كل هذه الخدمات تكون قريبة علي, يعني يكون مخدوم احنا باللغة تاعتنا او باللهجة تاعتنا منك. Nurse said, that's okay. What else was important to you about finding a place? Was the type of a dwelling necessary? Whether it was an important or whether it was an apartment or a house? طبيعة المكان اللي انت كنت بتدور عليه بتفرق اذا كانت شقة او بيت. Yes, of course. It had to be house. فالحاج said, it had to be house. ما بده شقة. تمام. اذا الان انا عمالي بستكشف الفاليو اللي موجوده عند المريض. هذا الفاليو كمان كتير بتعطيني, خلينا نحكي behind the facts. احنا كنيرسز مش معزولين عن الواقع, احنا جزء من هذا الواقع اللي احنا بنعيشه مع مرضانا, فاحنا لازم نفهم الواقع تاعنا والواقع اللي بيعيشه المريض, وسو ننتقل بعديها لان انا اقدر احط therapeutic relation واقدر ابني proper ways of understanding. صح الحج. Yes, we don't want something too small. بدوش شيء كتير صغير. Did you want something that was spacious? And he said yes. بده مساحة واسعة. When you say spacious, what does that mean? هلا هون هو بده مساحة واسعة, فالنيرس بده يعمل عليها exploration. هو ايش حكى؟ We don't want something too small. انا ما بدي مساحة صغيرة في البيت, بس بدي يكون كمان واسع. فهون حكى yes. When you say spacious, what does that mean to you? ايش بيعني؟ Did you want one bedroom, two bedroom, three bedrooms? طبعا هون عشان نحطه احنا بهذا الاطار, الحج اللي موجود هون احنا عندنا هون يعيش لوحده في البيت, فكونه هو عايش لوحده في البيت ليش بده, يعني ليش بده مساحة واسعة في البيت؟ خلينا نشوف. حج said yes, we want something like 3 to 4 bedrooms. 3 to 4 bedrooms. I have 3 kids working in Gulf and I like them to stay in the house when they come for vacations. Also sometimes 2 of them be here in Amman in the same time. عنده ثلاث أولاد بيشتغل في الخليج, فهو بده من 3 لـ4 غرف, وأحيانا أكبدهم إياهم لما يجوا من إجازتهم من الخليج يلاقوا مكان يقعدوا فيه أثناء ما هم يجوا من الفاكيشن هذه, ما بده كل واحد يكون موجود, فبده إياهم كلهم يكونوا موجودين عنده في البيت. What about outdoor space? Do you want a garden or somewhere outdoors?
يعني احنا في الاردن هون ممكن نسميها حديقه البيت او البلكونه، فهون كمان بده نعمل اكسبلوريشن تو اندرستاندينج فاليو تاعه في البيت. حج سيد يس، وي وونت سمثينج وير ذير از ا ليتل بيت اوف اوت دورز وير وي كان دو ا بيت اوف باربيكيو فوم، نشوي مثلا. بده لما بده يشوي او يعمل نشاط بده يعملها في البيت، ما بده يطلع برا يعملها برا. Nurse said, did you want an outdoor area? Okay, what about sound? Was the fact that it was quite vital to you? بالنسبة للأصوات والإزعاج مناسب؟ فهي said yes. So you want somewhere that was quiet? Said yes. What about sunlight? هلأ إحنا في الكلتشر تاعتنا كمان مهم نأخذها في عين الاعتبار، إما لما نتعامل مع كبار في السن أو لما نتعامل مع ال البيشنتس في الكلتشر تاعتنا. احنا بالكلتشر تاعتنا بالثقافه تاعتنا في الاردن وفي بلاد الشام وكل الثقافه العربيه احنا بنحب الشمس، بنحب انه نهوي البيت، بنحب انه الشمس تدخل على البيت. هذه الامور كلها دخلت في الثقافه تاعتنا بالذات في الاردن وفي بلاد الشام، فبدنا نستفسر نعمل عليها سبوت لايت. لها دور كمان احنا في المود تاع المريض، المريض اصلا معاه كارديولوجي كان عنده شويه مشاكل صحيه، بدنا نشوف هذا المود تاعتها ونشوف هذه الفوكس تاعها بالنسبه له في البيت. الحجي اللي معنا احنا هون موجود بيقضي معظم الوقت في البيت، غير بيته وطلب انه يكون بيته قريب من المستشفى، سو بدنا ناخذ هذا الموضوع كمان بعين الاعتبار. Said what about sunlight? He said yes, that's important. So did it have to be natural light? He said absolutely. My mom always say that it has been a natural light. لا هون برضه كمان سوري، هذه الحج he said that my mom always say he has to have natural light. So you need the natural lights. هون هذه nurse. So nurse حكى له you need natural light. فهي said yes. Natural light. Was there anything else that was important? What else was important? Was the price important? هلا انتقلنا لنقطة ثالثة. احنا عملنا اكسبلوريشن لللوكيشن ليش اختاروا، عملنا اكسبلوريشن بالنسبه للمساحه، عرفنا من الاكسبلوريشن اللي عملناه لجزئيه المساحه جزئيات خاصه بالعائله، وانتقلنا بعضيها احنا لترتيب الديزاين الداخلي في داخل البيت. بعدها سالناه عن البرايس، فانا برضو كمان بدي اعمل اكسبلوريشن. هلا انا صار في عندي شويه معلومات عنه، يعني عنده 3 اولاد في الخليج، ساكن في منطقه تعتبر مناطق الجيده في عمان، واصلا يعني باع بيته وانتقل لبيت ثاني، فمعناته هيز فاين في هذا موضوع التشينج السيتل تاعتها. هذا كلها كمان بدنا ناخذها بعين الاعتبار. يا ات واز تو بي سمثينج وير يو كان افورد. طبعا احنا سالناه بالنسبه للبرايس، بالنسبه للسعر، فحكى يس لازم يكون شيء احنا قادرين ندفع ثمنه. ناو اف ات تو اكسبنسيف ات دزنت ماتر if we have all of this and you cannot afford it. هلا ممكن انه يكون كتير غالي فكل هذا الاشياء بطلت تهم اذا ما تقدرش تدفع ثمنه، then there is no point absolutely. طيب خلص عرفت انا هون في موضوع انه في الحاله المتوسطه، يعني هم في الطبقه المتوسطه مش الطبقه الغنيه ولا الطبقه الفقيره. What else was there anything else that was important for you? في شيء ثاني كمان ممكن يكون مهم؟ ما حكاش شيء. لا. What was the most important out of all of these things? Location, amenities, height and space or spacious. ايش اشياء الاكثر اهميه بالنسبه لك يا حجي هون؟ فهو حكى الامنيتيز، الخدمات. Really? Yes. You want somewhere where it was lively. انت بدك، هو بحكي له يعني انه انت احسن لك تسكن في مكان يكون حي. Where you had a community. لما يكون في مجتمع يكون في خدمة. So that was the number one. What was the most important do you think? فهو حكى location. المكان اللي انت بتسكن فيه بالنسبة للحج احمد كان هو ده اهم واحد بالنسبة له. بده مكان مخدوم هادي كويس مناسب. Yeah, okay, great. What was the third most important? He said, yes, I want to be near masjid that comes without stairs and is easy to come in. هلأ هون فتحنا نقطة كتير مهمة. الحج هون بده جامع وبنفس الوقت بده جامع يطلع له بدون درج أو بدون دراج كتير. هذه بتعطينا كمان دور مهم في exploring the value and needs تاعته. Would
Would anything like to add? He said no. Okay, many thanks, Hajj. I will go with this information for the communication course student and make the analysis to explore the value. And after that, we will come to talk you again. هون عملنا closed the relation. هون احنا حددنا بس الهدف من هذا الحوار اللي صار ما بين الحجي والنيرس بناء على طبعا طلب أصلان النتيجة تحكي مع الاكسبرت نيرس في هذه الجزئية. في هذه الجزئية احنا كمان راح نروح على المحاضرة ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم, because we wanted to explore the value of the patient and how that value modify or change or motivate us toward building the proper communication. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك اللهم ونتوب إليك.